السلام عليكم وأهلا بكم. بنكمل مع بعض حل امتحانات المحافظات لغة إنجليزية تلت اعدادي الترم الأول 2024. والنهاردة معنا محافظة الشرقية، امتحان الترم الأول 23-24. هتلاقوا في صندوق الوصف قائمة التشغيل فيها كل امتحانات المحافظات اللي امتحنت الترم ده، بننزلها تباعا. هنا السؤال الأول، finish the following dialogue، اكمل المحادثة. منال ومستر علي، هنا بيقول منال is asking for her teacher's help. منال بتطلب مساعدة المدرس، فمنال بتقول له good morning مستر علي، صباح الخير يا مستر علي. جملة لها good morning منال ثم، يبقى can you help me، ممكن تساعدني؟ هي عايزة مساعدة، can you help me. قال لها good morning منال، صباح الخير يا منال. yes of course، نعم بالطبع، او yes sure، دي صح او دي صح، نعم بالطبع. فمنال قلت له I don't know، انا مش عارفة how to deal with the reading task، مش عارفة اتعامل مع مهمة القراءة، مع القراءة. قال لها first جملة، قلت له okay. what should I do after guessing، اعمل ايه بعد التخمين المعنى. يبقى هو اكيد قال لها لازم تخمني معنى، معنى الكلمات الصعبة. يبقى first you should guess، ينبغي ان تخمني the meaning of new words، خدناها من تحت اهي. the meaning معاني of، ونكتب new words معاني الكلمات الجديدة. قلت له اوك what should I do، اعمل ايه after guessing the meaning of the new words، اعمل ايه بعد تخمين المعاني الجديدة. فمستر علي قال لها try to read it at a normal speed، حاول تقريها بسرعة عادية، neither fast او neither fast nor slowly، لا سريعة قوي ولا ببطء، لا بسرعة قوي ولا ايه ببطء. ثم سؤال اجابته after that، بعد كده you should summarize، لازم تلخصي the main idea، الفكرة الرئيسية. يمكن نقول what should I do after that، ماذا ينبغي ان افعل بعد ذلك. what should I do after that، اعمل بعد كده. قال لها لخصي. قلت له اوك سير thank you، شكرا يا سيري، شكرا for being kind، ان انت طيب and patient، صبور. قال لها you're welcome، لا شكر على الواجب او على الرحب والسعة. ده بالنسبة للمحادثة. طب السؤال التاني، قطع نقص كلمات. a community، المجتمع، is like a big family، اكنه عائلة كبيرة. it is a نقط، يبقى it is a place، هو مكان. where people live، حيث الناس بيعيشوا. work، يبقى انا خدنا place خلاص. work بيعيشوا يشتغلوا and play ويلعبوا. people in a community، الناس في المجتمع، help each other، بيساعدوا بعض. and work together، وبيشتغلوا معا. to solve problems، عشان يحلوا المشاكل. زي نقط roots، يبقى زي مثلا share roots، يبقى خدنا together وخدنا share. بيشاركوا الطرق، parks الحدائق، and buildings والمباني. everyone in the community، كل واحد في المجتمع، يبقى has a special part، لديه جزء خاص to play، يقوم به او يلعبه. السؤال الثالث، قطع عليه اسئلة، نقرا القطعة ونترجمها ونحلوا ايه الاسئلة. عمر and اسيل are very lucky، محظوظين. their grandfather حسين lives with them، جدهم حسين بيعيش معهم. he's always ready to play games، هو دايما مستعد يلعب معهم ألعاب. and read them stories، ويقرأ لهم قصص. for the last few days، في الأيام القليلة السابقة، grandpa حسين، الجد حسين، has been staying away from عمر، قعد بعيد من عمر أو أقام بعيد من عمر وأسيل. he leaves، هو يغادر، the room when they're around. he says، بيقول لهم I am busy، أنا مشغول. when they ask him to play، لما يطلبوا منه يلعب معهم. تعال نشوف ايه المشكلة. finally، في النهاية، عمر and أسيل's father، أبو عمر وأسيل علي، asks grandpa، سألوا الجد hey dad
أهلا يا بونا، What's the problem؟ إيه المشكلة؟ You usually love to play with the kids. أنت عادة بتحب تلعب مع الأطفال. Why haven't you played with them؟ ليه مش بتلعب معهم for the last few days، في الأيام الأخيرة؟ Grandpa pulls out a small piece of paper. الجد سحب ورقة صغيرة من جيبه. It's a prescription for some pills. هي روشتة لبعض إيه؟ الأقراص. That his doctor gave him. اللي الدكتور أعطاه له. He gives it to his son and says, read this. That's why I can't play with it. يبقى أعطاه له. اقرأ دي. ولهذا السبب I can't play with the kids. مش قادر ألعب مع الأطفال. علي looks at the prescription. علي بص للروشتة. And reads it. وقرأها. Take two pills. خد قرصين. A day. في اليوم. Keep away from children. ابعد عن الأطفال. يبقى الروشتة بتاعت الدكتور فيها خد قرصين. أكيد الراجل عنده صداع. عنده ضغط. تعب من القعدة مع إيه؟ مع الأطفال. The best title. أفضل عنوان. Of the passage. لقة عمق نقول A kind father. الجد طيب. Grandpa can't play with the kids. الجد مش هيقدر يلعب مع الأطفال. Now. ليه؟ Because he is ill. عشان هو أكيد مريض. تعب. The underlined word this. This عايد على إيه؟ على الروشتة. يبقى the prescription. أسئلة أجب. Why does grandfather حسين leave the room when the kids are around؟ ليه الجد بيسيب الأوضة لما الولاد بيكونوا موجودين؟ عشان طبعا الدكتور. يبقى because the doctor told him. نكتبها فين؟ ممكن نكتبها تحت هنا خالص. يبقى دي رقم 4. شايل مكان بس. Because the doctor told him. لأن الدكتور أخبره. To keep away. إن هو يبعد from the children. من الأطفال. قال له ابعد عن الأطفال عشان الصداع. بعد كده بيقول لي summarize. لخص الفقرة الأولى في جملة واحدة. الفقرة الأولى بيتكلم إيه؟ ان الجد طيب. يبقى لكن دلوقتي هو مريض ومش بيلعب. طب تعالى نختصروها. ادي رقم 5. Grandpa is very kind. هو يكون طيب. But now he is ill. هو مريض وبالتالي مش هيقدر يلعب. عايز تكمل. And he can't play with the children. السؤال اللي بعده. Do you think هل تعتقد حسين will play with the kids again؟ هل هيلعب مع الأطفال تاني؟ Give a reason. ادي سبب. ممكن أقول له no because he is ill. دلوقتي لا عشان هو مريض. وممكن أقول له لما يبقى كويس. No because he is ill. السؤال الرابع اختيارات. وآد the suffix ly لكلمة friend. friend صديق. هتبقى friendly ودود. يبقى عشان احولها لصفة adjective. tourists come to Egypt. السياح يجوا لمصر. to نقط the wonderful nature. to experience عشان يتعرضوا لخبرات جميلة او يتعرضوا ايه للعالم الطبيعي الرائع في مصر. نقط is a building. هو مبنى. where interesting and valuable objects are kept. الأشياء القيمة بتحط فيه يبقى ميوزيم المتحف. بليز لو سمحت. نقط food to people who don't have enough. يبقى دونيت اتبرع بالطعام للناس اللي معهاش. handcrafts الحرف اليدوية. help us to learn money. بتساعدنا نكسب فلوس. نقط is the antonym of earn. عايز عكس. antonym عكس earn. earn يكسب. عكسها lose يخسر. نقط is a prize. هي جايزة. يبقى award. شخص بياخدها عشان عمل حاجة. جايزة رسمية. السؤال الخامس. صحح. for I started my job. منذ أن بدأت شغلي. طبعا ما ينفعش for تبقى since. أنا اشتغلت مع مئات الكمبيوترات. يبقى since. عمي live in Zagazig for 20 years. عمي عاش في الزقازيق لمدة 20 سنة.
لغايه هنا كنا هنحط هاز ليفد مضارع تام. طب تعالى نكمل. الان هو بيعيش في القاهره. ما دام الان هو بيعيش في القاهره خلاص يبقى الحدث ده انتهى، تبقى ماضي بسيط، يبقى ليفد. يبقى لو حدث انتهى من مده تبقى ماضي بسيط، لكن لو ما كانش فيه الجمله دي كنا هنحط هاز ليفد عادي. نيره نوت واتش تي في وايل ايتينج دينر، اتس هير هابت، عادتها، عشان ما يتلخبطش. لما بيتكلم عن العاده يبقى مضارع بسيط، عاده في المضارع، يبقى doesn't watch. both you leave or I will phone the police. هنا or بمعنى او، بيجي معاها either، يبقى اما تغادر والا انا هتصل بايه؟ بالبوليس. in addition to بالاضافه الى، بيجي وراها ing، فانا عايز ال ing من is. is ال ing بحط مصدر يبقى be ثم ال ing، يبقى in addition to being beautiful بالرغم من كونها جميلة she is rich هي غنية. قال لي اكتب باراجراف عن ايهما افضل، الحياة في المدينة ولا الحياة في القرية. شرحنا طبعا الباراجرافات في التفصيل بالتفصيل، وبكده يبقى خلصنا امتحان محافظة الشرقية. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.